السلام عليكم يا معشر المطورين في فيديو جديد من دورة الأنجولر. في هذا الفيديو سنكمل الريجستر ثم سنتعرف على بقية مراحل اللوجن. فلنفتح إذن الإديتر ولنكمل الريجستر. الآن بعد أن أكملنا الريجستر يجب علينا إتمام اللوجن، لكن قبل ذلك فلنتعرف على المراحل التي سنمر بها. في المرحلة الأولى سيقوم الأدمن بإدخال الكريدنشلز الخاصين به. يتلقى الباكند سيرفر تلك المعلومات ويتأكد من صحة وجودهم في الداتابيز. إن صح وجودهم يقوم بصناعة توكن ويبعثه للأنجولار بروجكت. هذا التوكن هو عبارة على سترينج فيه هاش جيزن داتا خاصة بالأدمن، مثال الاي دي، ونسميه ايضا جيزون ويب توكن، ويعتبر كطريقة امنة لتمثيل مجموعة من المعلومات بين طرفين. وفي هذا البروجكت الطرف الاول هو الانجولار بروجكت والطرف الثاني هو الباك اند سيرفر. وفي المرحلة الثالثة نقوم بتخزين ذلك التوكن في اللوكال ستورج الخاص بالنافيجيتر. اذا عندما يوجد توكن في اللوكال ستورج يعني ان الادمن اوثنتيكيتد، وبالتالي فلا يجب ان نظهر الريجستر واللوجن كومبوننت والباتنز ايضا. فلنفتح اذا الاديتر ونقوم بهذه المراحل. فلنفتح اليوزر سيرفيس، نضيف الـ URL الخاص باللوجن، ونصنع الـ Method Login، Login Admin تأخذ User كبارامتر، ثم نضيف الـ HTTP Post، ولا ننسى هنا أن نغير الـ URL. نفتح اللوجن كومبوننت مثل الريجستر، ناخذ هذم الامبورت نضعهم هنا، وايضا نفس الشيء في الكونستراكتور.
هنا في اللوجن نقوم باستعمال اللوجن ادمن ميثود this dot user service dot login admin. نعطيه ذلك اليوزر dot subscribe نفعل إذن console dot log للريز لنرى محتوى هذا الأوبجكت. فلنفتح نافيجيتر نفتح اللوجن نكتب الإيميل الخاص بالأدمن والباسورد. هنا نجد نتيجة اللوج وهو عبارة على JSON Object متكون من Attribute اسمه Token وهذه هي قيمة التوكن. هذا التوكن هو String فيه هاش JSON Data فيها المعلومات الخاصة بالأدمن مثل الID. الآن سنقوم بتخزين هذا التوكن في Local Storage الخاص بالنافيجيتر ونقوم بالRedirection للPeopleList Component. فلنصنع هنا Variable نسميها Token مثلا تأخذ Res.Token. نستعمل اللوكال ستورج. لللوكال ستورج ثلاثة ميثودز مهمين get item, remove item و set item. set item تمكننا من تخزين داتا في اللوكال ستورج, remove item تمكننا من فسخ داتا من اللوكال ستورج, و get item تمكننا من أخذ تلك الداتا الموجودة في اللوكال ستورج. وكما قلنا سابقا اللوكال ستورج هي مثل الداتابيز الخاصة بالنافيجيتر. إذا للتخزين التوكن نكتب مثلا set item تأخذ two parameters. البارامتر الأول هو الكي الذي سنقوم باستعماله وهو عبارة على string نسميها كما نشاء. نكتب مثلا my token. والبارامتر الثاني هي القيمة والفاليو التي نريد تخزينها في اللوكال ستورج وهنا نكتب التوكن variable. نعود للنافيجيتر لنتأكد من هذه العملية Ctrl S نفتح اللوجن نكتب الإيميل والباسورد. نجد اللوكال ستورج في الابليكيشن نضغط على ابليكيشن نفتح اذا اللوكال ستورج نضغط على اليو ار ال نجد هنا الكي ماي توكن وهنا الفاليو التوكن التي قمنا بتخزينها. اذا كما قلنا عندما يوجد التوكن في اللوكال ستورج يعني ان الادمن اوثنتيكيتد وبالتالي فلا يجب ان نظهر الريجستر واللوجن كومبوننتس والباتنز ايضا. فلنفتح اذا اللوجن كومبوننت نضيف هنا الراوتر نافيجيت للبيبل ليست. فلنتأكد من ذلك نكتب admin@gmail.com والباسورد. قامت العملية بالطريقة الصحيحة لكن هنا لا تزال اللوجن والريجستر باتنز موجودين. إذن فكيف نحجب هذهم الكومبوننتس والباتنز؟ فلنفتح اليوزر سيرفيس ونضيف هنا ميثود لوجدين. هذه الميثود ستقوم بالتثبت من أن الأدمن لوجد أو لا. أول شيء نضع variable نسميه token ونأخذ التوكن الموجود في local storage get item وهنا نستعمل ذلك الكي وهو my token. إذن العملية بسيطة. إذا توكن موجود في local storage إذن الفانكشن تعيد لنا true يعني الأدمن authenticated. وإذا لم نجد توكن في local storage فالفانكشن تعيد false. سنستعمل هذه الفانكشن في الريجستر كومبوننت واللوجن كومبوننت في ng on init function this.userService.isLoggedIn ونضع هنا variable نسميها isLoggedIn. إذا محتوى هذه الـ variable true يعني الـ admin authenticated نقوم بتحويله للـ PeopleList component ونفس الشيء بالنسبة للـ login component في الـ ng on init نقوم بنفس الشيء. فلنتأكد من ذلك نضغط هنا على login يعود إلى الـ PeopleList ونضغط هنا على register يعود أيضا إلى people list. هنا هذهم البوتن يجب علينا إخفائهم أيضا. نفتح إذن النافبار كومبوننت نضع هنا variable نسميها isLoggedIn ونفتح الـ HTML
نضيف هنا باتون آخر نسميه logout. نقوم بتغيير القليل من الكلاسز، نفسخ هذا الراوتر لينك، نعود إلى تايب سكريبت، نقوم بإنشاء أوبجكت من اليوزر سيرفيس. في الـ ng on init إذن this.isLoggedIn تأخذ قيمة الـ isLoggedIn method الموجودة في اليوزر سيرفيس، ونستعمل هذه الـ variable في الـ buttons. نكتب هنا ng if و isLoggedIn. إذا الـ isLoggedIn فيها true يجب علينا إخفاء الـ login والـ register button. إذا نضيف هنا نقطة تعجب ونقصد بها نوت، نضغط على Ctrl S ونفتح النافيجيتور لنتأكد من ذلك، وهنا نجد فقط اللوغاوت باتن. إذا عندما نضغط على اللوغاوت باتن يجب أن يفسخ توكن من اللوكال ستورج ويقوم بريديركشن لللوجين كومبوننت. نضيف هنا كليك ايفنت لوغاوت ميثود ونقوم بإنشاء تلك الميثود في النافبار كومبوننت. كما قلنا أول شيء يقوم بفسخ التوكن من اللوكال ستورج، إذا سنستخدم ريموف ايتم، نضع هنا الكي ماي توكن، ويقوم بعد ذلك بالريديركشن، إذا سنستعمل الراوتر، وهنا نضع الريديركشن لللوجين كومبوننت. كنترول اس في التايب سكريبت، كنترول اس في الـ HTML، ونفتح النافيجيتور لنتأكد من ذلك. نضغط إذا على لوج اوت، وهنا نجد لوجين كومبوننت، وأيضا نلاحظ ظهور اللوجين والريجستر باتن. نجرب اللوجين مرة أخرى، نضع هنا الباسورد، نضغط على لوجين، وهنا كما تلاحظون اختفاء اللوجين والريجستر باتنز. فلنحاول تغيير URL من هنا، نكتب مثلا لوجين، وهنا يعود تلقائيا الى البيبل ليست كومبوننت. نضغط هنا على اللوج اوت. المشكلة الصغيرة التي ما زالت في هذا البروجكت هو عندما نقوم في الـ URL بتغييره إلى الـ People List Component، يقوم هنا بفتح الـ People List Component بالرغم أن الـ Admin Not Authenticated، وهذا ما نقوم بإكماله في الفيديو القادم. إن شاء الله كان الفيديو واضح. في الفيديو القادم كما قلنا سنتعرف على الـ Authorization باستعمال الـ Route Guard. والسلام عليكم ورحمة الله.